احلى اخبارنا النهارده يمكن خبر الصدمه. انا هسيب الصدمه مع ساره بقى، هي يعني اتفضلي. طبعا خبر ضايقنا كلنا يا احمد طبعا، وهو ان الجهاز الفني طبعا الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي اعلن اصابه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا، وهيخضع طبعا للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزاره الصحه لعلاج فيروس كورونا، وهيخضع طبعا لمسحه جديده ان شاء الله هتكون عشان نعرف موقفه بقى من قياده الفريق قدام غزل المحله المفروض ان هي تكون يوم الجمعه الجايه في الجوله الثانيه للدوري. مين اللي هيتولى القياده دلوقتي لحد ما يرجع؟ كيفن جونسون المدرب المساعد هيتولى مهمه القياده الفنيه للفريق في مواجهه غزل المحله. طبعا الف سلامه على بيتسو، وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى في اوقات كده وبقت بتحصل كتير ممكن تكون مسحه ايجابيه تعمل بعدها مسحه بيوم او باتنين تلاقيها مسحه سلبيه، مش عارف المشكله في المساحات ولا المشكله في فيروس كورونا نفسه. ولكن نتمنى طبعا لبيتسو موسيماني الف سلامه ويكون جاهز لقياده الفريق مره ثانيه. طيب